الاستطابة، وهي الاستنجاء بماء أو بحجر ونحوه. والاستنجاء هو إزالة نجس ملوث خارج من سبيل أصلي بماء، أو إزالة حكمه بحجر ونحوه. ويسمى الثاني استجمارا، وهو واجب لكل خارج إلا من ثلاثة أشياء: الريح والطاهر وغير الملوث. ولا يصح استجمار إلا بأربعة شروط: الأول أن يكون بطاهر مباح يابس موقن غير محترم كعظم وروث ومطعم ولو لبهيمة وكتب علم. والثاني أن يكون بثلاث مساحات: إما بحجر ذي شعب أو بثلاثة أحجار تعم كل مسحة المحل فإن لم تنق زاد، ويستحب قطعه على وتر. والثالث أن لا يجاوز الخارج موضع العادة. والرابع حصول الإنقاء، والإنقاء بماء عود خشونة المحل كما كان وبحجر ونحوه، أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء وظنه كافٍ.